هي تجربة استثنائية. بمعنى استثنائية، أنا عندي 33 سنة خدمة، عمري ما كنت نتصور أنه بش يجي ظرف نخدمه فيه في بالطريقة هذه، معناها أنك تتباعد أنت وزميلك. سعد بن مرتاح، صحفي رئيس في قسم أخبار إذاعة مصير. لا، ما ثماش حتى علاقة بين حرية الصحافة والكوفيد. الكوفيد هو مجرد تحدي خلقنا له احنا كمهنيين سبل لتجاوزه ونخدمه في خدمتنا. والدليل على ذلك تشوف لي ريبورتاج، معناها النقل، تشوف لونكيت، تشوف يعني قاعدة تخدم الصحافة. اولا الإدارة متاعنا نحن تبعت الاجراءات الكل، وقت ما بدأ الكونفينمون عملونا لسي باسي خاص بينا، نجم نتنقلوا به سواء بين الولايات أو في أوقات الحاجة. كما نعرفوا دونك خدمة ميدسان دونتيست أكثر خدمة معرضة لخطر الكوفيد بحكم القرب، معناها من الباسيون لزي غسور اللي تناطروا من الباسيون. أسبوعي رحمة ميدسان دونتيست، فما الخوف الكبير متاع لي باسيون، دونك قلت ام خاطيسين عم يقرب لي برشا، دونك فما خوف كبير. شخلى العباد نقصت معناها برشا، حتى اللي بدا خدمه فما اللي ما كملش، فما اللي ولا خايف برشا على عائلته، على يقول لك معناها نجيب ريسك من ان ميدسان اللي يقرب برشا للي باسيون كيما هكاي. عدد لي باسيون باش ينقص، المداخيل باش تنقص، اون كونتر بارتي المصاريف قاعده تزيد اللي هي نتاع لي مويان دو بروتيكسيون اللي غلات برشا وقتها. الكورونا اثرت كيما على المجالات، برشا مجالات اثرت زاد على مجال طب الاسنان، ضر الحريه نتاع العمل بما انه ما عادش نجمو نخدمو كيما قبل. الكوفيد هذا كما نحكوش عليه خاطر ما خدمناش فيه اصلا، لا يزيد الدوله تنحي فينا تنحينا في الفلوس، ما فماش حق عمل، والله لا فما حق عمل خويا الباهي. يعني واحد من الناس خدمت في قداش من معمل ونقابه ويجي يشارك في نقابه مانيش عارف، وفي الاخر نقابة تجي مع الإدارة، علاش؟ خاطر هو يضرب في الفلوس، عطوه كهرباء عطوه فلوس، ما تضربش مع الخدامة واضرب معنا نحن خويا الباهي. حرية العمل وحقي في العمل انعدمت كومبليتمون، فهمتني؟ واستغلال صافي، يزيد يخدم بيك ويطيشك، يجي يكمل بيك الخدمة نتاعه ويسيبك على برا ويسيب غيرك. منعدمة أصلا من كل شيء، حرية، حقوق، خدمة، مسكرين وين مستعد بيستعدوا كالطبقة الشغيلة، ما حاجة حتى بشيء، حاجة تسيبونا نخدموا، لا تلعبونا على حبلة وتورونا مصلحة الجميع، لا تلعبونا على درشنوة، لا هو مهزم، سيبوا الناس تخدم على أرواحها.